عندي قهرتين مع قهير الناس. دي صالح زعودة كابتن طيار. عندي قهرتين زيادة علي كل الحضور، وعندي هم فوق احتمالي، بنيتهم كيف الصقور ضنوت ولاد الهلالي. صالح اللي نوض من الفجور، طيار فوق في العلالي، وخي صلاي وصبور احنين واسع البالي. لا يكذبوا لا يشهدوا زور ولا يقطفوا بالمعاني، علي حناين صدور ضي عيني وفرحة زماني. واليوم حازنهم قبور، وإنك تشوف في حالي، نهاري يمشي قهور والليل يانا من ليالي. لا جابهم دمع وسهور، لا عاد نقدر نجيب تاني، عدوا خلوني ندور. يا قهرتي يا عيالي، واليوم القلب مجبور يعيش علي عطرهم في شمالي. نا مرضي ما يريد دكتور، هذا همالة تالي، عنده دوال جناح مكسور، يا بالك جناحين من راس مالي. فرحان وقلبه مسرور، عايش في بلادي مطمئن، متع في عهد النور، مربخ في عز وامان. فرحان قلبي مسرور، عايش في بلادي مطمئن، متع في عهد النور، مربخ في عز وامان. عايش في بلادي لا باس، متهني في خيار الخير، متسمي مرفوع الراس، عندي هيبة وشرف كبير. يمرانا في جنة يا ناس، يمرانا في جنة يا ناس، عالماضي وايام زمان. فرحان قلبي مسرور، عايش في بلادي مطمن، متمتع في عهد النور، مربخ في عز وامان. متهني في عهد جديد، عايش في أسعد الأيام، يا والله نهار سعيد، قدمنا فيه القدام. حرية في العمر تزيد، حرية في العمر تزيد، طول في عمر الإنسان. فرحان قلبي مسرور، عايش بلادي مطمن، متمتع في عهد النور، مربخ في عز وأمان. يوم عيد وحفلة رسمية مشهورة في كل بلاد، تحييها الأمة الليبية وتحيي فيها الأمجاد. اللي راحوا للوطن ضحية، اللي راحوا للوطن ضحية، وسقطوا في وسط الميدان. فرحان قلبي مسرور، عايش بلادي مطمن، متمتع في عهد النور، مربخ في عز وأمان. الحمد لله، معنويات مرتفعة مرتفعة، ربك إن شاء الله بإذن الله يعطينا عوانات، بس إن شاء الله ربي يشفي. الله أكبر الله أكبر. ان شاء الله قبل ما تروح اليوم باذن الله حنعطوكم التردد وحتطلعوا مباشره وحتردوا علي وتقولوا لي يا كذاب في وسط عينا.
مشاهدينا الكرام مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة هذا اليوم يوم 17 فبراير تغطية فبراير 3، هذه التغطية التي ستقدم من خلال ليبيا لكل الأحرار قناة الثورة لمدة ساعات، وفي هذه المساحة الأولى من هذه الساعة سوف نتحدث عن أبرز الأحداث وعن أبرز ما سار وما حدث في الفترات الأولى لاندلاع ثورة 17 فبراير، الثورة والتي بفضلها تغيرت كل المعطيات وتغيرت كل المسميات وأصبحت ليبيا حرة. قبل أن نعرف بضيوفي وندخل في الحوار، ما رأيكم أن نذهب لتقرير عده الزميل عبد الوهاب مليطان؟ من شرق البلاد كانت الانتفاضة، فكانت بداية الثورة، وكان 17 من فبراير عنوانا لها. لتجيب عليهم الزنتان في الغرب ومصراتة والرجبان والزاوية والأمازيغ وعدد من المدن الأخرى، لأجل أن تقول العاصمة طرابلس هي أيضا كلمتها وتخرج في يوم 20 من فبراير بصوت واحد كان شعاره. ليظهر بعدها سيف الإسلام القذافي بوعده ووعيده وتهديده بحرب أهلية يتحول فيها كل شيء إلى دمار. تبدأ حرب أهلية وفي حد بيسلم الحد وانت قاتله. ليلحقه بعدها والده في خطاب وصف بأنه ناري، توعد فيه الليبيين بأن تصبح ليبيا نارا حمراء، وأذن بفتح مخازن السلاح، وأعلن عن بدء القتال ضد المتظاهرين بعد أن وصفهم بالجرذان. ستفتح المخازن ليتسلح كل الشعب الليبي، كل القبائل الليبية، تصبح ليبيا نار حمراء، تصبح جمر. لا إله إلا الله، يسامحكم الله. عشرات الآلاف من المحتجين في عدد من المدن جابوا الشوارع مطالبين برحيل نظام القذافي، فما كان من مرتزقته إلا أن حاولوا إسكات صوت الحق برصاص الباطل، وبدأوا بقتل المتظاهرين والهجوم عليهم ومحاولة وأد الثورة في مهدها، ولكن المتظاهرين أبوا إلا أن يكملوا ثورتهم ويستقبلوا الرصاص بصدور عارية، ففقد القذافي سيطرته على المنطقة الشرقية وانشق عنه عدد من وزرائه وسفرائه لينضموا إلى المتظاهرين ويعبر عن احتجاجهم على قتلهم، فكان على رأس المنضمين عبد الرحمن شيكم ومصطفى عبد الجليل وعبد الفتاح يونس، وكان انضمامهم نقطة تحول في مسار الثورة. وتم تشكيل المجلس الوطني الانتقالي برئاسة مصطفى عبد الجليل والمكتب التنفيذي برئاسة محمود جبريل، وأصبح الجسم الشرعي للثورة لتتفاوض معهم دول العالم ويتفاوضوا معها. فأرسل القذافي قوات مدججة بجميع أنواع الأسلحة إلى بنغازي ومصرات والجبل، فأجبر المتظاهرين سلميا على حمل السلاح وتحييد الثورة عن سلميتها، فانتقلت إلى مرحلة الصراع المسلح مع نظام جثم على صدور الليبيين أكثر من 4 عقود. فكان التدخل الأممي بقرار 1973 لحماية المدنيين ووضع حد للكتائب المسلحة التي أطلقها القذافي ليقمع بها ثورة الليبيين، وأطلق على هذه العملية فجر الأوديسا. تم تبني هذا القرار 1973. امتشق الثوار سلاحهم وبدأوا يقاتلون كتائب القذافي على الأرض، وتساعدهم قوة التحالف من الجو، وأنقذت بنغازي عاصمة الثورة في يوم 19 من مارس بفضل ثوارها على الأرض ونسور الجو الذين انضموا للثوار منطلقين من قاعدة بنينا في بنغازي، وتدخلت قوة التحالف لتكمل عليهم، وليبقى القتال في المنطقة الشرقية بين منطقتي لبريغا ورأس لنوف. بينما اشتد القتال في مدينة مصراتة وجبل نفوسة، واستطاع القذافي في بداية الثورة أن يقمع الزاوية وزوارة ويعتقل عددا من أبنائها، فيما قامت كتائب القذافي بالتوغل في مدينة مصراتة، واشتد القتال بينها وبين الثوار هناك، وكل يوم يزداد القتال شراسة،
وتزداد قوة الثوار على الأرض وصمودهم، وكذلك في منطقة الجبل حيث التحم الأمازيغ والزنتان والرجبان ليسطروا أروع البطولات حين قدموا أرواح شبابهم رخيصة لأجل الوطن. وبدأ التقدم للثوار من مصراة والجبل باتجاه العاصمة طرابلس، فكانت انتفاضة العاصمة وما يعرف بفجر عروس البحر في 20 من شهر أغسطس لسنة 2011. وصادف ذلك 20 من رمضان، فتحررت العاصمة بعد حوالي 6 أشهر من القمع بفضل أبنائها، والتحم فيها الثوار من جميع المناطق ليحرروا ما تبقى منها. وانطلق بعدها الثوار من شرق البلاد وغربها ليقوموا بحصار مدينة سرت مسقط رأس القذافي، حيث استمر القتال فيها بشراسة لحوالي 1.5 شهر، ليتمكن بعدها الثوار من القبض على من كان يسمي نفسه القائد والعقيد والمفكر والمعلم وملك ملوك إفريقيا في جحر، ويقبض معه على ابنه المعتصم وهو القائد الميداني لكتائب القذافي، ويقوم بقتلهم في يوم 20 من شهر أكتوبر لسنة 2011. ويأتي بعدها يوم التحرير في 23 من شهر أكتوبر، وأعلن تحرير ليبيا من براثين القذافي بعد أكثر من 4 عقود من الجور والظلم والطغيان. وليرفع الليبيون علم الاستقلال عاليا ويؤذن بذلك عن بداية حقبة جديدة لليبيا ما بعد القذافي، وليهتف كل الليبيين في أغلب الميادين والساحات بليبيا الوطن. عبد الوهاب ليطان، ليبيا لكل الأحرار. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا التقرير أو هذا كان استرجاع لذكريات ثورة 17 فبراير المجيدة. الآن جاء الوقت لكي يرحب بضيوفي، ومعنا هنا من داخل الاستوديو الأستاذ نجم الدين الرئيس أحد ثوار غرفة عمليات طرابلس، والدكتورة رضا طبولي ناشطة في مؤسسات المجتمع المدني. أما عن طريق الدي تي ال أو الأقمار الصناعية سوف يكون معنا الأستاذ فتحي تربيل الناشط الحقوقي والمحامي. أهلا بكم وأنستونا، وكل عام وأنتم بخير طبعا في هذا اليوم التاريخي. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، للتذكير مرة أخرى أن تغطية فبراير 3 سوف تكون متواصلة عبر قناة ليبيا لكل الأحرار لساعات متواصلة. الآن أنتقل مباشرة لضيفي وعبر الأقمار الصناعية الأستاذ فتحي تربل. أستاذ فتحي مساء الخير وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا، مرحبتين بك ومرحبا بمشاهدين قناة ليبيا الأحرار. أستاذ فتحي، لو بنرجع معك بالذاكرة، خاصة أنك أنت كنت أحد الشخصيات اللي برزوا خاصة على إعلاميا، وكان موقفك في البدايات كان مؤثر وأيضا قاد الكثير من الآراء وقاد الكثير من المواقف، كيف ترجع بالذاكرة أستاذ فتحي لتلك الأيام ولتلك الساعات التاريخية؟ أولا أخي الكريم، دعني أبدي ملاحظة أن الصوت ضعيف يصلني. نعم. حبذا لو كان أكيد أعلى حتى أتمكن من التواصل مع حضرتك. نعم. الحقيقة أن هذه الثورة جذور حقيقية. طبعا الجميع يعلم أن منذ أن تمكن الدكتاتور من الاستيلاء على زمام الحكم في ليبيا من يعني في السنة 69، والشعب الليبي لم يتوقف ولم يتوانى يوما عن المحاولة من أجل رفض هذه الهيمنة ورفض هذا الوضع. ولعل كانت توجت بهذه الثورة التي انطلقت شارتها في 15 فبراير في مدينة بنغازي. أعتقد أن الأجواء التي يعني أو الدروس التي نحن نستخلصها تقودنا إلى الحديث عن الحراك الذي حدث يوم 15 فبراير، عندما تم اعتقالي أنا والأخي فرج الشراني وهو شقيق لثلاثة من الشهداء، وكذلك كان مطلوبا أيضا ولكن لم يتمكن
الأجهزة الأمنية لم تتمكن من إلقاء القبض عليه الناشط الصحفي الإعلامي علاء الدرسي. نعم. عندما تم يعني اعتقالنا خرجت نادة أسر شهداء مذبحة سجن مسلم للمطالبة بالإفراج عنا. كان هذا الخروج حقيقة يعني يستوجب منا التوقف عنده كثيرا. كانت البلد فيما يعرف في وقتها بحالة طوارئ، الأجهزة الأمنية منتشرة في كل مكان، القبضة الأمنية يعني واضحة وظاهرة من خلال حتى وسائل إعلام النظام السابق يتوعدون في من كل من يفكر في الخروج في 17 فبراير، وهو اليوم الذي حدد للتعبير عن حالة الغضب التي تعيشها ليبيا سوف يلقى جزاءه. كانت هناك ماراثونا يعني سباق ماراثوني للتواصل مع كافة الأطراف المؤثرة في المجتمع من محامين وقيادات شعبية وشعراء وربما نشطاء التواصل الاجتماعي وغير ذلك من أجل تفويت هذه الفرصة ومن أجل ألا تصل تداعيات الثورتي التونسية والمصرية إلى ليبيا. ولكن أعتقد أن بعد أن وقفت هذه العائلات أمام المديرية للمطالبة أولا بالإفراج عنا، ولكن بعد شيء من الوقت اليسير تحولت هتافاتهم وشعاراتهم تحكي نفس الثورة وترغب في أن تكون هذا اليوم هو يوم حقيقي للتحول إلى ثورة عارمة تطال كل مدن ليبيا، وهذا ما حدث بالفعل. فقد كانت هتافاتهم مما ذكره تقريركم نوذي نوذي يا بنغازي جاك اليوم اللي فيه تراجي، وأيضا كانت هتاف النشيد الجمهورية التونسية إلى الشعب يوما أراد الحياة، وهتفوا يعني بدماء الشهداء أيضا، وحاولوا أن يتعرضوا في الطريق العام للسيارات المارة بهتافات أيضا. نعم. بقولهم يا بنغازي ليش الذل نبوا من هالليلة حل، وهكذا توالت الهتافات، وانضم بعد ذلك الكثير من الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظة ليحولوا المشهد إلى مشهد وطني، تجاوز قضية المطالبة بالإفراج على شخص أو شخصين إلى المطالبة بحقوق وطن. وانطلقت هذه الشرارة عبر الوسائل الإعلامية ومنها قناة الجزيرة لتنقل لبقية المدن خبر هذه المظاهرة، وانطلقت بعد ذلك في اليوم التالي كل من مدينتي الزنتان والبيضاء وغير ذلك، ثم رأينا ما رأينا والتي انتهت وتوجت بسقوط هذا الطاغية في شهر أكتوبر. نعم. سعود لك أستاذ فتحي، هنا الحوار مختلف أستاذ نجم الدين. نعم. يعني الأستاذ فتحي كان في بنغازي، كان موجود قريب جدا من العائلات من صحيح. الأمهات في تلك الليلة، ليلة 15 فبراير، والساعات الأولى ل 16 فبراير، وظهر الفيديو الأول على قناة الجزيرة. نريد أن نرى المشهد الآن على بعد 1000 كيلومتر، أنتم عندما كنتم في طرابلس وأيضا كنتم تترقبون طبعا. يوم 17 فبراير، ففاجأتكم الحرائر بالخروج ليلة 15 فبراير. صحيح. كيف كان وقع هذا الشيء عليكم؟ بصراحة الشعب كان ينتظر بالكامل في هاللحظة، وما كناش متوقعين أن الحراك حيصير بالشكل هدايا، كان حراك سلمي زي والجميع يعرف، وتفاجأنا أن يقابلوا الشباب اللي كانوا طالعين في مسيرة سلمية مطالبين بأحد حقوقهم يقابلهم برصاص الحي. ونتفكر المرأة اللي طلعت تقول تصيح من الشباك وتقول بيحرقونا ايه، وتوري في المرتزقة اللي لابسين طواقي الصفر طالعين بيقتلوا. فطبعا المشهد هذا أثر في ليبيا وفي العالم بالكامل. فقعدنا باستمرار نراقبه في المشهد، وحنا بالكامل ننتظر في أي لحظة تحرك. قعدنا باستمرار ما تعاش تحركنا قدام الشاشات نتابع في الأخبار، والشارع يغلي وننتظر في الأخبار نتابع فيها يوميا نقول بكش تنحل المشكلة بسيطة تنحل، لكن للأسف أنها استمرت. والدعم الثاني اللي جاي من توار الجبل، تحرك توار الجبل، تحرك توار بنغازي، جبل نافوسة، المناطق الشرقية بالكامل هي اللي شجعت توار طرابلس باش يطلعوا حتى هم يوم 20 ويتحدوا مع شباب بنغازي.
وقاعد يصيح بروح بالدم نفدي في غازي. هم مش قصدهم من غازي بس قصدهم الشعب الليبي بالكامل. نعم. من غازي ومنطقة شرقية بالكامل وفيهم توار الجبل. نعم. اللي هم كنا إخواتنا. فالموقف كان مؤثر جدا. نعم. نأخذ رأي الدكتور رضا في اليوم هذا كان الشعور مختلف. أنت شفتي أكيد أول فيديو كان على قناة الجزيرة في تلك الليلة. أول شعور عند رؤية ذلك الفيديو. أكيد ما طبعا باش نقول لك شعوري لما شفت الفيديو هذا. نقول لك يعني أن لما صارت ثورة تونس في الأول طبعا ما أبديناش اهتمام لكن كان تتبعها على أساس أن هي حركة وحيتم القضاء عليها. اللي أكد أن ممكن تصير حاجة ثورة مصر تتبعناها بشكل كبير. وبعدين أصبح طبعا تحدد موعد يوم 17 وأصبح الشباب كلهم يشتغلوا على أساس موضوع يوم 17. ولكن كان السؤال دائما بدأت أنا عضو التدريس بجامعة طرابلس فالشباب حتى لما يصير حوار هكي بشكل يعني احنا على الأقل نقوله مستحيلة تصير حاجة هذه في ليبيا. فكان العديد من الشباب يقولوا لا أكيد يعني ليش لا. إلى أن كان يوم 15 وطلع الفيديو هذا في اللي هو أذاعة الجزيرة فقلنا خلاص أوكي ممكن تصير لكن شو بتكون النهاية للموضوع هذا. طبعا احنا قعدنا يعني يمكن يوم من يوم 15 ما رقدناش نستنوا في الجزيرة تعاود قعدت فترة ما عاودتش إلى أن جت يعني فترة أعتقد الظهر. فيعني هذا كان زي الحلم. يعني طبعا انا بالخصوص هذا يعني من منبركم هنا يعني نبي احيي السيدات الشجاعات اللي هم امهات شهداء بوسليم. احنا كنا في طرابلس كنا نسمع عليهم ان هم كل سبت كانوا يطلعوا سيدات رائعات سيدات يعني يشتغلوا سياسيات بالفطره ويعني اي كلام يعني يعتبر قليل في عطائهم حقهم بصراحه. هو للتاريخ كان هناك من يعتقد ان هناك مبالغه لما نتكلموا على الأمهات يطلع كل يوم سبت كانوا في مدينة بنغازي. المدن البعيدة كانوا يعتقدوا أن هناك مبالغة في التهويل خاصة قبل الثورة. نعرفوا أيام معمر قدافي صعب لكن حتى اللي لو طلعوا اللي كان شجعهم على الطلعة هو الأستاذ ترب اللي كان ماسك القضية. نشكره بصراحة هو اللي أعطى الشعب الليبي وساعد عليه الحركة هذه والحمد لله نال بها ثورته. فمتأكدين أن حرار بنغازي والنساء بنغازي كان لهم دور كبير وكانوا كنا مصدقين انهم يطلعوا. انا نعرف بنغازي كويس نعرف شجاعه اهل بنغازي. مش حيتردوا حيطلعوا شباب بنغازي ولا نساء. انا عشت فتره بنغازي واعرف بنغازي طبعا. فاني واحد الناس كنت مصدق ليله 15 يعني لا مجال للشك كان خلاص بعد ما راينا الامهات في ساحه ميدان محكمه شمال بنغازي. هو طبعا ما كانش موضوع بسيط الحقيقه يعني كان موضوع يعني انا كنت تشوف ناس طالعه في مظاهره في وسط بنغازي وتندد ويعني تهتف وماهوش موضوع بسيط في ظل الحكم ما كان قائم على ان يعني القتل ويعني اسكات الاصوات بشكل كبير. لكن طبعا يعني شفنا بعيوننا على التلفزيون خروج هؤلاء السادة يعني السيدات. نعم. أرجع مرة أخرى للأستاذ فتحي التربل معنا من عبر القمر الصناعي بغازي. أستاذ فتحي لا نريد الخوض كثيرا في تجربتك الشخصية. نحن نريد يعني من خلال تجربتك الشخصية نعرف تلك الأيام وهي الأيام الأولى وأيضا الأيام الحاسمة في ثورة 17 فبراير. وبعد ذلك اليوم المشهود كان هناك بعد أسبوع تقريبا خطاب سيف الإسلام ليلة 20 وصباح يوم 21 وبعد ذلك جاء خطاب معمر القدافي الشهير خطاب زنقة زنقة. هل كان هذا منعرج لصالح الثورة عكس ما كان يخطط القذافي وابنه من خلال هذه الكلمات التي واضح جدا أنهم كانوا يريدون إرعاب كل الليبيين والليبيات؟ قبل أن أتوجه صوب هذا السؤال أود أن فقط أنبه على حتى حراك أو حراك أسر شهداء مذبحة بوسليم. الحقيقة كان جاء عبر يعني أعمال تراكمية كثيرة لعل أبرزها هو الإيجابية التي تمتعت بها هذه الأسر وإصرارهم في عدم تحويل قضية شهداء مذبحة بوسليم إلى قضية ذات نفع مادي وإنما يجب أن تكون قضية تنعكس أثارها على
المجتمع بأسره، فأصروا على مطالب عدة لعل أبرزها هو معرفة الحقيقة من القاتل، ومعرفة أين الجثمين، وإلى غير ذلك، ومحاكمة الجنى إلى غير ذلك من المطالب الأخرى. كان وراء هذا الجهد الحقيقة، حتى نكون منصفين، الأستاذ نائب رئيس المجلس الانتقالي الأستاذ المحامي عبد الحفيظ غوغا. نعم. كان هو من افتتح باب الترافع أمام القضاء الليبي، وأيضا بهذه المناسبة نحيي القضاء الليبي الذي تصدى لهذه القضية بكل شجاعة، وخاصة القضاة في تلك المرحلة الحساسة، فافتتح هذا الباب يعني واسعا أمام الأسر، وابتدأت الأسر أسرة تلو الأسرة تتجمع حتى شكلوا عددا كبيرا. استفدنا من مواعيد حضور الجلسات، عقب كل جلسة نحولها إلى وقفة احتياجية أمام المحكمة، وشيئا فشيئا تحولت إلى مظاهرات شكلت لها لجنة لتنظيم عملها لمحافظة على خطها السلمي، وأيضا لتوصيل صوتنا إلى خارج حدود الوطن. ولعب الإعلام والنشطاء المحليين دورا مهما في ربطنا بين في ربط ما يحدث في ليبيا ومع إخواننا المعارضة في الخارج والنخب السياسية في الخارج. كل هذه الأمور في مجموعها شكلت عملا وطنيا آتى أكله في يوم 15 فبراير. ما يميز هذه التجربة التي جديرة بالاهتمام وأن ترصد فيها بها محطات كبيرة جدا ومنعرجات كبيرة، هي إصرار هذه الأسر رغم قلة عددها، إصرارها على التمسك بهذه المطالب الوطنية، إيجابيتها الغير عادية والغير متوقعة في مناخ كان يسود فيه السلبية، تلاحمهم مع بعضهم البعض، حبهم بعضهم لبعض، تركيزهم كما قلت لك على المطلب الأساسي الذي سيخلص العباد والبلاد من هذا من هذه الهيمنة وهذه الدكتاتورية. أعود لي أجيب عن سؤالك فيما يتعلق بمسألة خطاب سيف ومعمر. أنا يبدو أني نسيت حتى خطاب القذافي وابنه سيف. أعتقد أنه كان رغم قسوتي إلا أنه كان مهما، فقد كشف اللثام على مشروع سيف الذي كان يروج فيه الإصلاح، وحتى إبان انطلاقة هذه الثورة كانت هناك ربما أصوات تحاول أن تقنع، وإن كانت خافتة وبسيطة، أن مشروع سيف ربما يكون حلا وأنه لا داعي للمضي قدما في مشروع الثورة، ولكن بعد خروجه وانكشافه وافتضاحه أمام الإعلام بهذا الخطاب، اتضح أنه الوجه الآخر لنفس العملة، عملة أبيه الذي اعتاد على الظلم وعلى القهر وعلى الاستبداد وعلى الدكتاتورية. خطاب القذافي جاء ليرفع في نفوس الثوار حس التحدي، وليرفع في نفوس الشعب الليبي حس التحدي، وأنه لا يمكن أن نرضخ بعد اليوم لهذا الأسلوب، ولا يمكن أن نحكم بهذا المنطق. ابتدأت المعركة وارتفعت هامات المناضلين والمجاهدين والثوار، وبدأ التحدي ظاهر، واستعان الثوار بالله أولا ثم يعني عبر النشطاء الإعلاميين في توصيل صورة للعالم في كشف عوار هذا النظام، الأمر الذي أدى إلى تعاطف المجتمع الدولي معنا، وكان سريعا في الوقوف إلى جانبنا حتى حققنا أمنياتنا وحققنا أمنيات هذا الشعب الكريم. نعم. أعود لك مرة أخرى سيد أستاذ نجم الدين. نعم. أنا أريد أن أعرف كثائر من ثوار طرابلس وغرفة عمليات ثوار طرابلس، كيف كان التنسيق في تلك الأيام الصعبة؟ كيف كنتم يعني تأمنون على عائلاتكم قبل كل شيء الموجودة في المنازل؟ أيوة. وعملية التنقل، ونعرف أزمة البنزينة اللي كانت موجودة صحيح. في العاصمة في ذلك الوقت. بدايتها قررنا تشكيل غرفة عمليات، نظمنا غرفة عمليات في شارع الظل. طبعا كنت أنا وشقيقي نصر الدين كان دير ساتلايت فوق البيت متاعه، استفدنا منها، وكان معي المقدم حمد غزاوي السلاح الجوي، وقررنا أن نبدأ في تسليح أنفسنا وتسليح بعض ثوارنا. بدأنا بالتسليح من عائلتنا، كان يساعد فينا واحد من الأمن الخارجي ضابط اسمه حسين العيب، تعمزت أيام شهر 3 بالضبط، فقلت لنا بوسلاح
فقال لي حاضر جيب لي التور اللي انت عندك ثقه فيهم، جيب لي قوائم بتاعهم ونبعتك تتسلح، على اساس ان نبغى نسلح عن بدايه تسليحنا. من صعب كنا نشتري سلاح في طرابلس، صعب جدا باش حد يجيب لنا سلاح من برا، كان من المستحيلات لان يعني قبضه الامنيه في طرابلس كانت قويه. فكنا مدريين برنامج التطوع لحمايه طرابلس، فناخذوا في رسائل يديرنا فيها رسائل ونمشي بها لغريان، نرفع في مجموعه معاي بالسياره نسلح ونرجع بهم، كل واحد يحط سلاحه في بيته ويقعد. واستمرنا بطريق التسليح هذه، وساعدونا بعض الضباط الاخرين اللي هم اعطونا سلاح. نعم. ما فيش داعي ذكر اسماء، اللي انا اسمها هلبة. نعم. ساعدونا الضباط من الامن الخارجي والداخلي، ضباط من الجيش، لانني كنت ضابط في القوات المسلحه، قعدت سنه 92. فعلاقتي كويسه بالجيش. نعم. اللي هو الجيش الليبي. وهذا دليل اضافي ان ليست كل المؤسسه العسكريه في ليبيا وكل ضباط الامن الداخلي او الخارجي كانوا متورطين مع عمر القذافي. سوف اعود ليكو كيفيه التنسيق. سامحني خليني معك مداخله. نعم. يعني يتهيألي ان لولا التحام الجيش بالتوار كان بالنسبه للتوار صعبه جدا ان يقدر بروحهم، لان الجيش ناس متدربين عندهم كفاءة عالية، ولو الجيش كان عنده رغبة أن ينهي التوار ولا ينضم للكتائب كان ممكن انضم. سوف نعود لذات نقطة أستاذ نجم الدين، لكن الآن مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل ولازلنا متواصلين في هذه التغطية. بنوليه طارت. الله هو اكبر. صارت بنوليه طارت. بنوليه طارت. وسلابه هربوا، تشوفوا فيهم قدامكم هربوا. عم بغازي ما تخلى. عم بغازي ما تخلى. عدنا لكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، لازلنا متواصلين معكم في هذه التغطية. نعم أستاذ، كنت تتحدث على قصة أن تمكنتم من التحصل على السلاح. صحيح. بعد ذلك أيضا ليس كل أفراد الجيش الليبي والمؤسسة العسكرية، خلينا نقول صراحة المؤسسة العسكرية خلينا نتكلم عليها، واحدة من العمليات اللي هي معروفة والأسف أن الرجل هذا ما خدش حقه فيها. نعم. أني نعرف أن قصة الزاوية وما العميد مسعود الرحومة. نعم. هذا متأكد منني وكنت أتابع في أخباره يوم 24. نعم. يوم 24 شهر 2 يعني يسلم معسكر بالكامل للتوار. نعم. ما كانت مجازفة لولا لم تنجح الثورة. شو كان موقف الرجل هذا فعلا؟ شو كان موقف الناس اللي طلعوا وأيدوا التوار من الأول، زي الجيش اللي انضم لأهل بنغازي أو انضم لأهل. نعم. شرب بالكامل فعلا، شو يكون مصيرهم؟ نعم. فمنجوش عليه فجأة نحطمه أو ناخذوا حق الناس هذوماي او نخونوهم بالكامل. بالضبط. نعم. يعني انا قلت لهم الاول لما صار التحرير قلت لهم كل الناس العسكريين يعرفوا نفسهم. نعم. فخلوهم يصفوا نفسهم اللي قتل. نعم. فالمفروض انه يحاكم. نعم. او يستبعد على المؤسسه العسكريه، واللي كان دوره كويس حتى سلبي اني راضي به. نعم. لكن ما نجيش فجاه نحل جميع الكتائب ونخلي فراغ زي ما صار الاول للجيش والشرطه. بس نجم الدين، على عمليه التنسيق بيناتكم الكل لديه فضول بيعرف كيف كانت معمر القذافي لازال يحكم وموجود. صحيح. في العاصمة في باب العزيزية وبدت تتشكل غرفة توار طرابلس في نفس الوقت، لأن الفترة الزمنية للحكم. نعم. كانت طويلة جدا وكان الألم موجود عند الليبيين بالكامل، فكنا. نعم. نعرف بعضنا. نعم. حتى العسكريين كنا نعرف بعضنا، من اللي كان موالي. نعم. ومن اللي كان يستنى في لحظة. نعم. مثال العقيد علي بوزديرة، عقيد علي بوزديرة تلاقيتني في سوق خضرة وأني مروح وطلب مني شخص معين بيسلحنا، قال لي شوف لي شكون بيسلح الثوار فشلوم. نعم. وهو من سكان فشلوم، لكن في سوق الخضر نعرفه كويس، كان معي في كلية عسكرية. نعم. فوقفت اني قاعد نحكي ونعرف اتجاهه،
فقلت له يا علي نبي منك تشوف لي مجموعة من التوار من فشتوم نبي نسلحهم. فقال لي حاضر. بعدها بيومين اتصل بي قال لي مر علي، مرت علي أعطاني قائمة، القائمة درت فيها رسالة وسلحتهم ورفعتهم بنفسي إلى غاية غريان، استلموا سلاحه كل واحد رجعت البيت على دفعتين رفعتهم. فكانت الناس راهو متفاعلة معنا بالكامل. فنتحرك بصراحة كنا نتحرك في سرية تامة، ما يبانش علينا أي حاجة على وجونا، ما كناش نخافوا، مع أن القبضة الأمنية زي ما قلت طرابلس كانت صعبة جدا، وكل المؤيدين اللي معمر كانوا داخل طرابلس. ما يجيش توا يقول لي واحد يقول لي طرابلس ما فيهاش توار، دائما نقول لهم لولا توار طرابلس من الصعب قدر حد يدخل طرابلس. يعني انتفاضة طرابلس أنا أعتبرها انتفاضة عظيمة، وتوار طرابلس أراهم ضحوا كتير، حوالي 140 كانوا معتقل الشهداء من غير عدد يعني موجودين. سوفاتي معك لذكر التفاصيل الحقيقية لفجر أوديسا عروس البحر أو عملية تحرير طرابلس، لكن لا نعود للدكتورة رضا طبولي. دكتورة رضا، مؤسسات المجتمع المدني أيضا في ذات الوقت معمر القذافي والقبضة الحديدية وكل تلك الأمور، لكن أسست هذه الكيانات والمؤسسات المجتمع المدني وكان لكم نشاط في ذاك الوقت، نتكلم على شهر مارس وإبريل وماي يعني، وأيضا كانت عندكم حتى مطبوعات ورقية وكانت توصلنا احنا في قناة ليبيا كل حرارة أثناء الثورة، جرائد يقوموا بطبعها لهذه المؤسسات. طبعا هو يعني منظمات المجتمع المدني تشكلت بشكل تلقائي خلال فترة الثورة هي، لأن طبعا المنطقة الغربية أنت عارف أنها هي قاعدة لفترة طويلة جدا تحت حكم القذافي، فكان في صعوبة جدا يعني في المنطقة الشرقية، تحررهم بسرعة أعطاهم فرصة أنهم يعني يعني أنفسهم يشتغلوا، لكن في المنطقة الغربية في طرابلس العديد من منظمات المجتمع المدني اللي هي تشكلت وتشكلت بشكل تلقائي، وما كانش الفكرة كمنظمات مجتمع مدني، ولكن كانت عبارة عن مجموعات كانت تتعاون مع بعضها لأداء مهام معينة، بالذات يعني المساعدات الإنسانية. يعني قامت العديد من منظمات المجتمع المدني بتجميع مثلا الأموال وإرسالها، لأن طبعا بدأت المدن بالذات المنطقة الغربية في الانضمام، والعديد من النازحين طلعوا خارج ليبيا، فيعني بدأ بتجميع الأموال بشكل سري وإرسالها للحدود التونسية لمساعدة النازحين هادو، وأيضا لتجميع حتى يعني بعض المبالغ شراء بعض الأسلحة والكلام هذا كله، وأيضا بالذات وأغلب هذه المؤسسات كانت من نساء، عناصر نسائية يعني هو لحد الآن عدد كبير 90% من نقول بدون مبالغ من منظمات المجتمع المدني النسائية. وأيضا موضوع تجهيز منشورات والأعلام والحق، حتى يعني الطلبة في الجامعة داروا دور زي هذا، واللي هم معظمهم طبعا كانوا زي ما قلت لك بشكل سري يشتغلوا كمنظمات مجتمع مدني. ف طبعا كان الموضوع عباره عن حتى شبه ايماءات يعني، ان الناس تتعرف على بعضها ان هي يعني مثلا مؤيده او معارضه او الكلام هذا كله، لان طبعا قلت لك كلنا العمل كان سري يعني. طبعا الان ينضم لنا احد ايضا الشخصيات اللي كانت مؤثره في ثوره 17 فبراير من مدينه الزنتان. مدينه الزنتان من اوائل المدن اللي انضمت لنداء ثورة 17 فبراير. واحد هذه الوجوه النيرة هو الشيخ طاهر إجداع، أحد ثوار مدينة الزنتان. مساء الخير يا شيخ. مساء النور، السلام عليكم والرحمة. وعليكم السلام، كل عام وانت بخير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشعب الليبي بخير وطيب. نعم. الشيخ طاهر من 3 سنوات تقريبا كان ليك الموقف الشهير وأبناء مدينة الزنتان، بداية كيف يعني كيف جاء التنسيق شيخ طاهر على ذاك اليوم تحديدا والإعلان مدينة الزنتان انضمامها لثورة 17 فبراير، وأيضا الشباب شباب مدينة الزنتان وإصرارهم على هذا الموقف؟ نعم، هو في البداية أنا نترحم على الشهداء ونحيي ثوار 17 من فبراير في البداية، لكن في تنسيق أن ما كناش نعلم أن فيها بتقوم انتفاضة إلا ما نسمع فيه في مرة يقول الشباب والله يقول 17 فبراير الزنتان أنت تعلم، وكل اللي بيعلموا أنها تحركت يوم 16 فبراير يوم الأربعاء. فتنافوا بمجرد ما علمنا أن من يوم المنهار يطلب من الزنتان عدد 1000 شخص
لما استرسلنا شنيدلف يبي يقمع بهم، يتوقع أن تقوم مظاهرات في شرق ليبيا بيقمعهم، فرفض الشباب المطلب هذا وخرجوا في مظاهرة بسيطة جدا في البداية وتجمعوا عند السوق، وعندما علمنا بهم انضمينا إليهم وخطبنا فيهم وحرضنا الشباب على وتم حرق صورة القذافي جهارا نهارا ورفعنا السقف من أول يوم أن القذافي يرحل، لا نبو مطالب ولا عندنا لا نبو خدمات ولا ولا، هذا اللي حدث في البداية يوم 16. شيخ طاهر، كان عندك ثقة يعني في أبناء مدينتك وأبنائك أنهم فعلا سوف يكونون يعني زي ما كانوا في الثورة؟ يعني نحن نتحدث الآن عن اليوم اللي سبق الثورة، يوم 16 فبراير، ويكون هذا الموقف الشجاع طبعا من أبناء مدينة الزنتان، ما كانش عندك خوف شيخ أنه ممكن يعني يتقهقر هذا الموقف أو يدخل الخوف قلوب الشباب؟ ابدا ما كان عندي خوف انا، وماذا لاني قلت كلام خطير على القذافي هو في جبروته في قوته. نعم صحيح. عنفوانا، وما هذا ما كانش عندنا خوف ابدا، كنا حتى لما كنا نقرا في المعادنيه نتوقع ان في مظاهرات وان فيه لما لغى التعليم الديني ولغى الجامعه الاسلاميه، ولكن خاب ظننا في ذلك الوقت، حتى كنا احنا نقول هي الناس خايفه. نعم. وكنا حتى في الجامعة هنا في مسجد التان كنت نخطب ونلمح للنظام باستمرار، ولكن لما لقينا فرصة وفي الشباب انضمينا معهم مبكرا، وهذا كله نبو كسر حاجز الخوف، لأن الشباب عايشين في كل الشعب اللي بعيش في خوف، والشباب لأن الشباب بدون عمل ومنهار ويأكل في الحشيش، ومعروف في ليبيا شنو هو الشباب، معنا مهمش الشباب في ليبيا كلها دي. فالحمد لله وما ترددنا وتكلمنا، وكان الخطاب اللي وجهته للقذافي كان يوم الخميس، الخطاب اللي نقل وسمعته في الفيديوهات هذا كان يوم الخميس، بعد ان بعث لنا اشخاص وفاوضونا وفشلت المفاوضه وحاول يعطينا فلوس ورفض الشباب، وطلبنا منهم تاجيل المفاوضات وان يسيبوا يخلوا 4-5 أيام تمر اسبوع ممكن نديروا راي، وحتى احنا نحاول نكسب الوقت، فهم ما كانوش في عند حسن وعدهم. وقاموا في الليل ليله الخميس باقتحام الشباب الهذول الشادين في الساحه ورفع الخيمه، فاليوم الثاني صعدنا الخطاب وقلنا ان نظام القذافي منهار وانه ذاهب الى مزبله التاريخ، والحمد لله هذا اللي حدث. نعم الحمد لله، وشكرا جزيلا لك الشيخ طاهر جداع، رب يحفظك إن شاء الله. الشيخ طاهر أعطانا هذه المساحة من وقته، الشيخ طاهر جداع أحد الشخصيات المحبوبة في ثورة 17 فبراير، واللي كان لها دور كبير واللي قوى قلوب الكثير من الشباب، قبل الشباب صغار في العمر قبل حتى الرجال، أثر فيهم بشكل كبير الشيخ طاهر جداع. أعود مرة أخرى للسيد فتحي تربل من مدينة بنغازي. أستاذ فتحي، لو بنرجع لفترة ما قبل إعلان التحرير وفترة تحرير العاصمة تحديدا، احنا نعرف أن شرق ليبيا كان محرر تقريبا لأربع شهور أو خمسة شهور قبل تحرير الغرب في ليبيا، يعني كانت معاناة كبيرة إن كان للأهالي المحاصرين في الغرب وأيضا الأهالي الذين تحرروا في الشرق ولازالون يعني يترقبون ما يحدث في إن كان في العاصمة أو في مدن الجبل أو في المنطقة الوسطى وفي الجنوب الليبي طبعا. دعني أولا أحيي ضيوفك الكرام وخاصة الشيخ طاهر جديع المتصل، أعتقد أن الشريط الذي أذاعته القنوات الفضائية وهو انضمام شيوخ الزنتان للمشهد السياسي إلى الثورة الشبابية وإعلانهم ذلك الموقف الشهير، هذا أحرج الكثير من القيادات الشعبية التي كانت مترددة ومن كبار السن ربما في معظم يعني بقاع ليبيا، خاصة تلك التي كانت قريبة من النظام فيما عرف وسمي سابقا القيادات الشعبية. خروج الطاهر جديه كانت له أثر على أن القضية قضية اليوم قضية وطنية وليست حماس شبابي بسيط غير عاقل وغير متبصر. عندما شاهد العالم شيوخ
الوطن يتقدمون ومعهم الشباب والنساء، أيقنوا بشكل واضح أنها ثورة شعب، وأنها ثورة يعني بمعنى اشتركت فيها كل شرائح الليبيين. بالنسبة للفترة التي فصلت ما بين تحرير المنطقة الشرقية، وأعتقد أن المنطقة الشرقية لم تتجاوز بضعة أيام حتى تحررت بالكامل، إذا كان اعتبرنا من أجدابية لعند طبرق، وبقيت بعد ذلك المعركة تدور في ما بين البريقة إلى رأس نلوف، إلى ربما حتى من جواد، مد وجزر بين الثوار وكتائب القذافي. لا شك هذه من جهة المنطقة الشرقية، وكنا نتابع عبر يعني وسائل متعددة، خاصة نحن في المجلس الوطني الانتقالي، ما يحدث في الجبل الغربي، جبل نفوسة ومنطقة زنتان تحديدا، والمعابر التي بيننا وبين الجمهورية التونسية، وأيضا ما يحدث في مصراتة. فكانت الحقيقة فترة عصيبة جدا، وبهذه المناسبة أو بهذا الضرب بالتحديد لعبت الدول الأولى التي أيدت هذه الثورة، خاصة من القطر العربي، كمثلا دولة قطر والإمارات العربية، لعبت دورا مهما في تبني عملية الربط ما بين الأجزاء المتبعثرة يعني البعيدة بيننا وبين المنطقة الشرقية، بمعنى جبل نفوسة وكذلك في مصراتة. وأصبح التواصل كما علمتم وشهد الجميع عبر البحر، وكذلك عبر تونس، عندما يعني نجح الثوار بالتنسيق مع دولة قطر في إيصال المساعدات، سواء للمهجرين في جمهورية تونسية من الليبيين، أو أيضا لإدخال السلاح من هناك لتعزيز قوات الثوار في منطقة الجبل وفي الزنتان والرجبان وغير ذلك من الأماكن. فكل هذه الأمور حقيقة كانت يعني دقيقة بدقيقة نتابعها ونضع أيدينا على قلوبنا، خاصة عندما يعني اشتد الصراع وبدأ في فترة من الفترات أن هناك نوع من الضعف نتيجة قلة العتاد وقلة الإمكانيات التي كانت بأيدي الثوار، والتفوق الكبير جدا ما يملكه نظام القذافي وتملكه مجموعات الثوار. كان هناك خشية حقيقية من أن يتم انكسار هذه المقاومة، ولكن بفضل الله وبجهود الليبيين وبدعائهم إلى الله عز وجل وبتعاون المجتمع الدولي معنا، استطعنا أن نحقق منانا رغم حجم التكاليف الباهظة التي دفعت في هذه المرحلة. نعم، أعود مرة أخرى للأستاذ نجم الدين الرئيس. طبعا في الدقائق الأخيرة لقد دهمنا الوقت، لكن نريد يعني اللحظات الأولى وبعض ملامح عملية تحرير طرابلس أو تحرر طرابلس. هناك من يزعل من كلمة تحرير، يقول ما حررها حد، احنا حررناها، فلذا نقوله تحرر طرابلس من القذافي بسواعد أبناء ليبيا. تحرر القذافي صحيح، لكن تحررها تحرير طرابلس مازال ما هوش بالكامل بصراحة. ليس بالكامل، طرابلس سنين دعت قوقعة مازال ما تحررش. نعم، طرابلس تحررت بالنظام الأول، لكن مازال عندنا مشاكل داخل طرابلس. إن شاء الله نتمنى طرابلس تتحرر، لكن دورنا في نرجع لسؤالك الأول، كيف بدأنا في تشكيل غرفة وكيف كنا في الأيام القرضة الأمنية. بصراحة كان كثير من الناس واقفين معنا، استعملنا وبدينا بالأصدقاء والأقارب، واستمرنا بالأشخاص اللي كنا نشتغل معهم، وكل واحد طريقته في طريق التسليح. طبعا بعض التوار التانيين قاموا التسليح عن طريق شراء السلاح، وكان يجيهم سلاح من ترهونة عن طريق محامي اسمه محمد عقيلة، هذا كان يمشي بسيارته الخاصة يفك في الفودرة بالكامل اللي بيباني، يجيب لهم في سلاح، وكان يشريهم في شريع، يجيب لي منطقة المنصورة، وجاب لي مجموعة الغرارات ما قيمتها مليون دينار ليبي بين المنصورة وبين الغرارات. وفي اللي سرقوا سلاح عن طريق التفجير، زي مصنع ممكن سمعت بيه، مصنع الروائح كان في مخزن سلاح، فنسخوا مع الحرس بتاع المخزن، لكن شرط عليهم شرط، قال لهم أرجوكم باش ما نكشفش حاولوا تفجروا. صحيح أن أخذوا سلاح واخذوه، بعد اللي قاموا بعمل التفجير عن طريق الهاتف الجوال في نفس الوقت اللي كان طيارة ترمي، لما كان النيتو يضرب في نفس الوقت هم فجروا باش ما ينكشفش الشخص.
فكثير مدنيين وقفوا معنا بصراحة، عسكريين وقفوا معنا، كثير من الأسماء ممكن نذكر بعضهم وبعضهم ما نقدرش نذكرها لأن كثير من الأسماء عاونونا. لو وعد للمشاهدين بإذن الله حيكون في ملف خاص لعملية تحرير طرابلس إن شاء الله، لأن الأوراق اختلطت وما عادش عرفنا من قاد هذه العملية ومن كانوا الجنود الحقيقيين في هذه العملية. للأسف اللي لخبط الموضوع هو المؤتمر الوطني أو المجلس الانتقالي، صحيح مجلس الانتقالي بيضمها للثوار بطريقة الخاطئة وبطريقة دفع الفلوس هذه اللي كانت أكبر خطأ داروه، فكتر عدد الثوار نتوقع يعني طرابلس لما كنا نحصروا فيها الفترة اللي كنا نبغى نفضوا فيها ممكن وصلنا ل 2500 بندقية. نتفاجئ أن تو قريب نوصلوا ل نص مليون، لو كان عندنا نص مليون دخل طرابلس يتالي النظام ما كانش يقعد حتى 10 ساعات يعني مش 40 سنة طبعا. نعم فالعدد ولا خيالي بالنسبة للثوار. نعم دكتورة رضا طبولي، ثورة 2000 كانت في 2011، المرأة الليبية تميزت جدا في هذا العام. هناك كاتب إيرلندي كتب وقال المرأة الليبية أعادت اكتشاف نفسها ودرس تاريخ ليبيا من أيام نوميديا والبطلات في التاريخ الليبي عرب وأمازيغ ومن كل المكونات المجتمع الليبي. المرأة الليبية ظهرت في هذه الثورة، أخذت موقعها، فرضت نفسها حتى قبل الرجل. كيف يعني ما هو التأثير اللي جعل المرأة الليبية تتحرر بهذا الشكل؟ هي طبعا هي المرأة الليبية موجودة دائما. نعم موجودة. يعني خلينا حتى نذكر لو يعني في القديم يعني المرأة الليبية كانت موجودة تلعب في دور كبير حتى في الاقتصاد متاع الأسرة، في البدو كانت تنسج في الحمول والجرود ويأخذها الزوج ويمشي يبيعها ويجيب غذاء للأسرة. في الريف الزراعي كانت تساهم بشكل كبير في الحصاد والزرع ومش عارفة شنو، فهي كانت موجودة. في فترة القدافي المرأة الليبية يعني طبعا ابتعدت عن ان هي تشتغل في العمل المدني وفي السياسة طبعًا، نتيجة طبعا للأفكار ان هي ما تبيش تشتغل مع النظام لسوء يعني لعدة عوامل. ولكن طبعا لما في وجود لما قامت الثورة طبعا كانت فرصة كبيرة جدا ان هي المرأة تتواجد، وتواجدت بالفعل. طبعا من الخطأ جدا ربط دور المرأة بالطبخ وإعداد الوجبات ومش عارفة شنو فقط، وإنما كانت موجودة. يكفيني أن لما نتذكر في لما تحررت طرابلس المستشفيات مثلا، المسؤولين عن المستشفيات كلهم العديد منهم اللي كانوا مسؤولين عن الإعاشة وتزويد المستشفيات بالأشياء هربوا، وكانت وقامت منظمات المجتمع المدني اللي هي فيها عدد كبير جدا من النساء بإنقاذ الموقف، ويعني لعبوا دور كبير الحقيقة في الموضوع هذا. فبالتالي وجودها كانت موجودة وبقوة، وزي ما قلت أنت هي فرضت نفسها نتيجة للأعمال الرائعة اللي هي قامت بها. يعني أستاذ نسب الدين يبتسم، ما عندكش مانع في هذا الكلام؟ لا عندي مانع. واحد أن زي ما زاد عدد التوار زاد منظمة المجتمع المدني، ولا عددهم خيالي حتى هم بصراحة أعداد خيالية من المجتمع المدني. الأولين معروفين يعني كل الناس اللي بدت في الأول كانت معروفة وممتازة، وحتى الفجأة وكان ليهم دور مميز. بالضبط بالضبط. لو بنتكلموا مثلا على طرابلس بما أن الدكتورة من المدينة من مؤسسات المجتمع المدني، احنا عارفينها الدكتور بعد تحرير طرابلس كان ليهم دور غير عادي. لا وجيتهم في أموال. نعم. هذو ما كانوا يتبرعوا بنفسهم ياخذوا من الناس، هذو كانوا قاعدوا يطلبوا في أموال دعمونا باش نساعدوا. نعم. مجتمع مدني ويريد الدعم من الدولة. يريد الدعم من الدولة. نعم. لا طبعا، لأن ما هو ما باش نخشوا احنا في قصة منظمات المجتمع المدني في حد ذاتها، لكن الناس تبرعت بالأموال والناس اشتغلت فعلا. يعني كان الظرف يختلف. تو منظمات المجتمع المدني في العالم كله باش تشتغل تحتاج أن هي الدولة تدعمها، يعني هي تقوم يعني الدولة تقوم بأدوار وبمهام عن طريق منظمة المجتمع المدني، فهذا في العالم كله يعني. فلا يمكن أن تستمر منظمة المجتمع المدني بتبرع 15 جنيه 20 جنيه كذا، إذا كانت بتساعد في 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 أكيد. إقامة مشاريع وفي يعني العمل على المجتمع والتحسين من وضعه بده أن تدعم. لأن يعني الدول في العالم يعني تخصص ميزانيات وميزانيات ضخمة، من يقوم بهذه الأعمال؟ تقوم بها منظمات المجتمع المدني. فمن الصعب يعني أن أنت تطلب
لكن ايضا ما احنا هو هذا مش موضوع الاساسي، لكن اكيد دعم منظمات المجتمع المدني يحتاج لخطه مدروسه لكي تذهب كل الاموال بصراحه في القنوات الصحيحه. يعني حضرتك قلت هو مش وقته، لكن انا اقول لك على حاجه، هذه بشهاده حتى منظمات المجتمع المدني الدوليه اللي موجوده، يعني يعني اشادوا بشكل كبير. لا اقصد مش وقته حاليا، لان لا عارفه بالنسبه للفقره اللي بنقول ان منظمات المجتمع المدني بقدر ما هي عمرها سنتين، راهو هي عمرها سنتين طبعا. ومع هذا أشادوا منظمات المجتمع المدني الدولية اللي هي موجودة وحتى الأمم المتحدة وغيرها بكيفية العمل اللي هي تقوم به منظمات المجتمع المدني. يكفي في حكاية الانتخابات سبعة السنة الماضية كان من أروع ما يكون بفضل جهود منظمات المجتمع المدني اللي هي كانت موجودة. وأنا كنت شاهد على هذا الشيء الصراحة في عملية في التنظيم عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام. عود مرة أخرى للأستاذ فتحي تربل. أستاذ فتحي تربل، أخيرا يعني الكلمة موجهة من حضرتك، أنت شاء من شاء وأبى من أبى أن فتحي تربل هو أحد رموز ثورة 17 فبراير، كلمة من حضرتك يعني باسم شريحة من ثوار هذه الثورة المباركة، يعني وبعض الشوائب التي شائبت هذه الثورة، هل يعني كيف تتعاملون مع هذا الشيء، وخاصة هناك صابع اللوم تتجه اتجاهكم كلما ارتكب أحد محسوب على الثوار خطأ في أي مدينة ما؟ صدقت، هذا أمر مهم جدا. قبل ذلك أود فقط أن أوضح شيئا، وهو أن التصدي لكتابة أسباب وعوامل نجاح هذه الثورة أو كتابة قصة نجاح هذه الثورة يحتاج إلى مساحات كبيرة جدا أكيد. وإلى كتابات نحن نتحدث عن ثورة تجاوز عمرها 8 أشهر. رأينا في بعض القنوات في برنامج كقناة الجزيرة في شاهد على العصر تستضاف شخصيات للحديث عن ثورة لم تتجاوز الشهر سواء في مصر أو في تونس. صحيح. نحن اليوم لم نتمكن من كتابة هذه الملحمة التاريخية التي في تقديري يجب أن تكون موضع احترام وتقدير وتدريس للعالم، وتكون في مؤسسات المراكز البحثية والمراكز التعليمية في العالم مستقبلا، لأنها كتبت بمداد من دهم، بمداد من دم، فعلا أروع وأجمل وأكبر التضحيات. أعود ليقول أن يعني كتابة قصة هذه الثورة اشتركت فيها عوامل كثيرة نجاحها، وبالتالي لا نستطيع في هذا الزمن القصير أن نعدد أسباب وكل الجهات والأطراف سواء كان قبائل أو تيارات أو يعني كتاب أو خطباء أو يعني كلها أو نشطاء الذين ساهموا في إنجاح هذه الثورة. هي سلسلة مربوطة بعضها ببعض حتى أدت إلى هذه النتيجة. بالنسبة لحديثي أو رسالتي للثوار ولكل عموم المنتصرين في هذه الثورة والراغبين فعلا في أن يقدموا صورة حسنة عن هذه الثورة، نحن نقول نحتاج دائما بين الحين والآخر إلى التوقف في محطات لنراجع يعني ما قدمناه وما نرغب في أن نصل إليه. الثورة عمرها قصير بالنظر إلى أعمار الثورات الأخرى، لازال كثير من الأهداف والأمال التي نطمح إلى تحقيقها لم تنجز، ولكن المكسب الرئيسي والرأسمال الذي نحن نحتفظ به اليوم هي حريتنا، هي قدرتنا على التعبير، هي قدرتنا على المشاركة، قدرتنا على اختيار من يحكمنا، قدرتنا في كتابة دستورنا. كل هذه كانت ضربة من الخيال، كنا نحكم بتوجيهات ما يسمى بالأخ القائد، وكنا نحكم بكتاب يعتكف أو يكتبه شخص ويفرضه على الليبيين. اليوم كل مدينة لها أن تتكلم، الحقوق كلها أصحابها يطالبون بها. رأينا التدافع السلمي من الإخوة في الأمازيغ والطوارق والتبو، رأينا الحديث عن في المناطق الشرقية وإن كان بأساليب تختلف. اليوم فرصة كبيرة بعد أن امتلكنا حريتنا والتي تعتبر جزء كبير لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية. اليوم نحن نحترم، اليوم لصوتنا قيمة، اليوم لإرادتنا مكان في مع بعضنا البعض. ما علينا إلا أن نتواصل، إلا أن نتحاور،
لنصلح بين الحين والآخر ما نقع فيه ونصوب بعضنا البعض. هي مرحلة طويلة ولكنها ابتدأت والثورة تسير في الطريق الصحيح بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي تربل المحامي والناشط الحقوقي. أشكر أيضا الدكتورة والناشطة في المجتمع المدني الدكتورة طاهر رضا الطبولي. شكرا جزيلا لتلبيتك الدعوة اليوم. أيضا الأستاذ نجم الدين حتكون معنا في الساعة القادمة بإذن الله متواصلين مع حضرتك. شكرا جزيلا أيضا للشيخ طاهر جديع اللي كان معنا عبر المداخلة هاتفية في هذه المساحة. بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام هناك أيضا مساحة أخرى لتغطية فبراير 3 فابقوا مع ليبيا الأحرار.